بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. أرحب بكم وبحضراتكم يا من تتابعون هذه التحديات والمنافسات لتعلن انطلاقة الشوط الخامس عشر للإبكار الحقايق. ترحيبنا بكل الشعارات والأسماء الحاضرة والمتواجدة من أجل الفوز ومن أجل الناموس، مباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول، مع التحدي الأول. من تحتل الصدارة جدل مع المركز الأول. فالح بن سيف بن فالح الشامسي يقدم لنا شعاره ويقدم جدل مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم شوهين محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي قادما بشعاره المركز الثالث. وتابع هتاشة علي بن بخيت بن محمد المنهالي هو الحاضر في هذه اللحظات المركز الرابع القادمة بكل قوة. احضرت عجايب حمد بن عبد الله بن شاهين بن محمد العواني هو الحاضر المركز الخامس. ميناف هي القادمة، سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي مقدما لشعاره المركز السادس. وتابع جمانة سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي هو الحاضر مع جمانة المركز السابع. حضرت شواهين هي القادمة، هي الحاضرة في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن. وتابع القادمة قرار سهيل بن سعيد بن سهيل الراشدي هو الحاضر المركز العاشر. وتابع القادمة والحاضرة العنود علي بن سالم بن مصبح الاكتبي هو القادم، وحضرت ايضا الظبي نايع بن مصبح الغفري هو القادم. لكن نعود يا من تتابع الى مقدمة الشوط، جدل مع الصدارة، جدل مع المركز الاول. يقدم لنا جدل فالح بن سيف بن فالح الشامسي يقدم لنا شعاره جدل. تثير الجدل في هذه اللحظات، تتقدم وتحتل الصدارة مع المركز الاول، بينما القادمة والحاضرة حضرت شواهين محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي هو القادم، وحضرت رموز علي بن سالم بن علي بن سالم الغيلاني هو الحاضر في هذه اللحظات. ايضا القادمة ميناف سليمان بن مسلم الدرعي هو القادم، وحضرت ايضا العنود علي بن سالم بن مصبح الاكتبي. بدأت المعركة ياهي من اسماء، ياهي من شعارات، ولكن الفوز وين؟ الفوز وين؟ بن صغيرون غير مع شوهين محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، وجد القادمة قادمة في هذه اللحظات، وحضرت ميناف سليمان بن مسلم الدرعي هو القادم. يا بابا 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 بابا، يا هذه المعركة، يا هذا التحدي ما بين الكبار، ما بين العمالقة، ولكن شواهين بن صغيرون مع الصدارة محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، وحضر الجدل جدل. ولكن القادمة القادمة جمانة سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي، الله يا هذه المعركة. ولكن بن صغيرون بن صغيرون بن صغيرون
شوهين مع شوهين مع شوهين غادر الى الفوز غادر الى الانتصار. ولكن جومانا جومانا والقادمة الحاضرة حضرت وتقدمت مزنة محمد بن عتيق بزيتون الاميري. ولكن بن صغيرون روح يا بن صغيرون روح يو يا هذه المعركة. بن زيتون قادم بن زيتون قادم يا بابا 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 بابا. الله يا هذه المعركة الله يا هذا الصراع المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. روح مع شعره روح مع مزنه روح مع مزنه مع الفوز ومع الانتصار. سلام يا المجازف سلام. المركز الثاني رهف سعيد بن مبارك بن خميس العمري. والمركز الثالث وصلت شوين محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي. والمركز الرابع وصلت جومانة سلطان بن سالم بن سيف الدرعي. والمركز الخامس وصلت مع المركز الخامس متابعينا الكرام المزن حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. اذا انتهينا والناموس لمالك مزنة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار الكبير. التوقيت الزمني ولحظة وصول مزنة في هذه اللحظات متابعينا الكرام لحظات وصول مزنة 5 دقائق 52 ثانية جزئين من الثانية. تهنينا والناموس. بينما اللي احتلت المركز الثاني كانت رهف سعيد بن مبارك بن خميس العمري وتوقيته 5 دقائق 52 ثانية 5 دقائق 52 ثانية 6 أجزاء من أو 8 أجزاء من الثانية. تهنينا والناموس. والمركز الثالث أوصلت شوهين محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي 5 دقائق 53 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهنينا والناموس. والمركز الرابع أوصلت جومانة سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي وتوقيته الزمني 5 دقائق 54 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهنينا والناموس. والمركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس المزن حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي وتوقيته الزمني 5 دقائق 55 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهنينا والناموس للجميع.